السلام عليكم اخوتي وحبايبي الدار الكبيره. اليوم ان شاء الله كما وعدتكم في اللايف بانني غادي نتكلم على مسرح بلق القصيري، لان العديد ديال بنادم ديال الناس تقول لي فين جات مسرح بلق القصيري. واليوم ان شاء الله غادي نعرفك مدينه مسرح بلق القصيري، وغادي نديروا واحد الجوله فيها دابا وفيها نعرف لك عليها. وهاد الجوله غتكون ان شاء الله بالنهار وبالليل، اليوم غادي نكتفي غير بالنهار، وغادي نقرب للمشاهدين من المدينه ديالي باش كتمتاز هذه المدينه هذه بالعادات ديالها وبالتقاليد ديالها وبزاف الحوايج، واش وعلاش تسمات بهذا الاسم هذا. وان شاء الله نخليكم معايا مع واحد الجوله دابا اللي انطلاقا من الحي ديالي. انا غنخرج دابا، خليكم معايا هنا. انا فاش كنسكن هنايا المدينه ديالي، هذا هو الحومة، هذا هو الشارع اللي كنكون فيه. الحمد لله، يعني كما كتعرفوا بان مدينه بلق القصيري كما قلت لكم انا غادي نعرفكم بها، اللي هي قريبه من العاصمه ديال الرباط تقريبا على بعد واحد 120 كيلومتر، واللي هي تنعتبرها واحد الطريق الرئيسيه اللي كتكون رابطه ما بين الرباط ومسرح بلق القصيري، وكتكون ثاني رئيسيه ما بين طنجه ومكناس وطنجه وفاس. هاد المدينه هذه الى رجعت لكم اللور، يعني غدا نقول لكم امتى تاسست وامتى يعني فوكاس. يعني تقريبا تاسست في واحد السنه ديال 1913 تقريبا في العهد ديال الحمايه، اللي كانوا في ذاك الوقيته يعني سموا الناس الفرنسيين يعني بتي باري، يعني باريس الصغيره، لانها كتعرف بواحد الهدوء وكانت جميله ونقيه بزاف. كما كتشوفوا احنا قربنا للقنطره، او هذا هو القنطره اللي عندنا كدوز فيها التران، وباقي عندنا هذاك الباساج اللي كيهبط ممر ديال التران، وهذا هو اللي يعني ان شاء الله يعني المدينه مقبله على واحد النفق او الجسر المعلق اللي غيكون ان شاء الله نتمناه في القريب العاجل. كيف قلت لكم بانها كانت المدينه ديالي تسمت بهذا الاسم، بهذا الاسم ديالها، ونظرا اللي كان عندها واحد الموقع ديال السهل، يعني سهل السبول اللي قريبه من السبو، واللي خلاها يعني تكون واجهه يعني يعني واجهه يعني ونقطه تواصل مهمه، يعني لا عن طريق الملاحه النهريه ولا النقل السكاكي في هذاك الوقيته، اللي كانت يعني النقل ديال السكاك الحديديه يعني ما بين فاس وطنجه في سنه 1915. هذا هو القلب المدينه، خلي هذا القلب المدينه، هذا المارشي، هذا هو المارشي، المارشي وهذا هو السونتر ديال المدينه. كتعرف واحد الحركه اللي كتكون يعني ما شاء الله، يعني سواء على بنهار ولا بالليل. كيف قلت لك يعني المدينه ديالي يعني بحكم انها كانت في واحد الوقيته من الاوقات كان سميت بهذا الاسم ديال المسرح بلق القصيري، لان كان واحد الراجل اسمه يعني ابن القصيري، ابن قصيري. هذا الرجل هذا كان كيقوم بواحد العمليه ديال نقل القوافل التجاريه التي كانت يعني تنقل ما بين فاس وطنجه، يعني كان كيديرها غير عبر المركب ديالو، الباطو ديالو كينقلها تما. تسمى يعني شارع، يعني عبر اول رجل عبر الواد ما بين هاد القبيلتين وتسمات بالقصيري. هذا هو الشارع الرئيسي ديالنا، خليكم انتم كتشوفوا الشارع محمد الخامس اللي قلت لكم يعني طريق رئيسيه ما بين مكناس ولا فاس طنجه. هذا هو الشارع الرئيسي ديال المدينه. كيف قلت لكم هذا الراجل هذا اللي كان كيدير هذه العمليه التكرار، كينقل يعني البضائع ديال الناس وبالمركب ديالو تيقطع ديما غادي هنا تحمل الاسم ديالو، فتسمى بمسرع يعني بالقصيري اي ممر. وهذا بالقصيري هذا كان اسم ديال واحد الراجل اللي كان يعني واحد النقطه ديال الاتصال ما بين قبيلتين، كانت واحد القبيله في هذاك الوقت سميتهم قبيله ابي سفيان وقبيله بني مالك. هذا هو الرومبا، السونتر ديال المدينه، انتم كتشوفوا السونتر ديال المدينه، هذا الرومبا اللي كيدي
الطريقه هي طريق كيدير طنجه، وهذا الطريق اللي حنا دايرينها كدير المحطه السكك لاكار ومدينه ان شاء الله يعني تشوفوها. هذه غير بنهار وغادي تشوفوها ان شاء الله كي غادي تكون يعني بالليل. المدينه ديالنا كيف قلت لك يعني انها يعني كتعتبر يعني واحد العده الملتقى ديال القبائل، وهاد القبائل اللي كيميزها يعني عن مناطق الغرب يعني كانت كتلعب واحد الدور بارز في الاقتصاد ديال 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 هاد المناطق هادو. الصراحة كانت يعني فيها عدة يعني مجالات اللي كتمتاز بهم هذه المدينة هذه، وخاصة مثلا تكلمنا على المجال الثقافي ولا المجال الديموغرافي ولا المجال المؤسساتي ولا المجال الاقتصادي والصناعي. هنا غادي نتكلم على المجال بالأخص، هذه المنطقة ديالي فهي معروفة بالفلاحة، الفلاحة والصناعة والحرف المتنوعة، لأن كيف قلت لك منطقة فلاحية نظرا اللي كانت يعني عندنا كانت في هذيك الوقيتة عندنا واحد المجموعة من المصانع واللي على رأسهم يعني المعامل ديال الشمندار السكري واللوكوس ويعني ثاني مجموعة يعني ومعامل ديال قصب السكر، وهذو الصراحة باقين. ولكن مثلا الاخرين اللي كانوا مشاو كان ديال الليمون ديال الحواميد، كان يعني تقريبا عندنا كانوا معامل كيديروا فيهم الحواميد والليمون، وحتى ان هذه المدينه هذه كتميز هي بصناعه الاجور يعني الياجور، عندنا المعامل ديال الياجور بزاف. والمدينه يعني قلت لك راها فلاحيه، كانت واحد المجموعه ديال السميات ديال الشركات اللي كانت سوديا، كانت سوجيتا، كانت بزاف الحوايج. هاد الجوله هذه يعني حنا حاولت انني ندور يعني من الاماكن ديال باش معروفه المدينه ديالنا، وكنحاول انني ندوزك من جميع الشوارع الرئيسيه فيها، غادي ان شاء الله تعرف على المدينه ديالي ونقرب لكم يعني من 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 واحد المجموعه ديال العادات والتقاليد اللي كتمتاز بها المدينه ديالنا. كيف تنقول لك بان يعني المدينه فهي كانت عباره عن واحد الحمد لله واحد الملتقى ديال 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 الملاحه ولا ديال الفلاحه ولا ديال بزاف الحوايج، كما انها يعني خاصة المدينة هذه كتعرف بواحد التقاليد وواحد العادات وواحد المواسم اللي من بينهم مثلا الأضريحة، يعني باقة المدينة عندها هذه العادات والتقاليد ديالها. انا المهم دابا غادي الاتجاه ديال المحطة ديال القطار، محطة ديال القطار هذه هي المدينه، والمحطه ديال القطار هي امامنا. هادو هاد النخل هادو في ايامات الاستعمار باقين وحاضرين. المدينه ديالنا كيف قلت لك يعني عندها واحد المؤسسات اللي كاينه، مثلا من بين المؤسسات مثلا دار الطالب ودار الطالبه وواحد المراكز ديال اليتامى والفقراء ومراكز النسوي لتعليم النساء، وكاينه مراكز ديال الخياطه ديال الفتيات ديال الطرز، وكاينه واحد الرعايه ديال المكفوفين، وكاينه الهلال الاحمر، بالاضافه الى مصالح اخرى مثلا كالدائره المحكمه المكتب ديال البريد ووكالات بنكيه وكاينه مفوضيات ديال الشرطه راه حنا دزنا عليها قبيله راكم شفتوها، وكاينه الدرك الملكي، وكاينه مصالح ديال رجال المطافئ ومصلحه النقل. كاينه الحمد لله يعني مؤسسات اداريه يعني كتمتاز بها يعني المدينه. وعاد هذا الشارع ديال لاكار يعني تنسميوه بشارع السويقه، يعني هنا السويقه ديالنا فيها الخضار الخضره، فيها الدجاج، فيها يعني بزاف الحوايج كما كتشوفوا هانتوما كتشوفوا معايا. وكيف قلت لك بان هذه المدينه هذه فهي
كتمتاز بواحد الاثارات، وهاد الاثارات كانوا اثارات رومانيه عريقه. جل منكم كيعرفوها باثارات مثلا باناسا، وحنا كنقولوا لها يعني سيدي علي بوجنون، ولا لا لا قلبت على الحكايه ديال سيدي علي بوجنون. كان واحد السيد روماني ولا هذا كيحكم في هذا الجين وهذا وبزاف الحوايج. هذا هو الشارع ديال البلديه راكم شفتوها في الاول. الصراحه يعني مدينه دابا شويه هي صغيره، مدينه كيف قلت لك انها سميتها مدينه صغيره بتي باري، ودابا ان شاء الله راها غدا وكتكبر، وغدا وكت المباني وكيتزادوا الحمد لله. هنا نقد نقول لك بان الصراحه يعني هنا مهم، هنا في هذه البلاصه هذا الشارع هو انفاس ديالنا، هو البلديه. مدينه يعني راه كتعترف بالطابع يعني ديال الهدوء، وان شاء الله كنتمنى انني نكون قربتك وعطيتك واحد النبذه على المدينه ديالي، لانها انا كيف قلت لك مدينه راه حتى هي قريبه من القنيطره على بعد واحد 80 كيلومتر. وان شاء الله يعني انا قربت انهي الجوله ديالي، لانني غادي ننزل ان شاء الله للفرماسيه ناخذ الدواء. وكيف تنقول لك يعني ان شاء الله نخليك معايا في واحد الجوله ان شاء الله تكون ليليه. وكنتمنى ان هاد الحلقه هذه على المدينه انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونكون انني قربتكم منها ودرتوا معايا هذه الجوله خفيفه. وفي الختام دائما تنقول لكم عيد مبارك سعيد، وان شاء الله يعني دائما غادي اي نقربكم مني، نقربكم من بزاف الحوايج ونشارككم معايا هذه. في الختام تنقول لكم اللي عنده شي مريض الله يشافيه ليه، وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا